حنان رزقي رئيسة النسيج التربوي للفنون والثقافة، فونداتريس دو سو بروجي اللي كنحلم ان شاء الله يولي كيقدم خدمات لوكسيوز بهذا المعنى لولاد الشعب ولاد الحي المحمدي، كيستحقوا شبابنا، خاصنا نعطيهم فرص وفرص فرص باش يوليو في مستوى احسن من هذا. بزمنهم يعترفوا بيا، كنشتغل بزمنهم يعترفوا بيا لان عطيت الكثير واعترف بيا سيدنا الحمد لله. انا جيت ديكوري من طرف سا ماجيستي في 2003، في الالفيه الثالثه تختاريت من بين 800 شاب مبدع على الصعيد الدولي. دابا 14 سنه من التاسيس ديال هذا بشار الخير. اشنو عطات بشار الخير؟ 10000 مستفيد متخرج، ماشي من ناحيه العدد ولكن مثلا هذه متخرج واش ديبلومي؟ ديبلومي الدبلوم بلا تسمحي لي، الدبلوم ديالو واش معترف به؟ والدبلوم ديالو يقدر يخدم به، يقدر يخرج به لبرا يخدم به؟ نجيو لناحيه النضال على مستوى الدبلومات، هذه اكراه، هذا الموضوع مهم بزاف خاصنا نهضروا عليه. المركب بشار الخير تدشن من طرف صاحب الجلاله يوم 10 اكتوبر 2006 في شهر 11 مباشرة الشهر الموالي، قمنا بإنشاء شراكة مع قطاع التعاون الوطني اللي غادي يعطي شواهد ديال التخرج، فقط شواهد. قطاع التعاون الوطني ما عمره ما عطانا شي منحة مادية نهائيا، فقط هو تزكية ديال هذوك الشعاب اللي كنديرهم بعد ما كنحطوا لهم البرامج التكوينية اللي عندنا إلى آخره. دونك هما فقط من ناحية تزكية ديال الشهادة. الشهادة كانت لمدة 3 سنوات، شهادة طبعا يعترف بها لأنها من يعني كتجي من قطاع اللي كينحدر من وزارة ديال التضامن والأسرة إلى آخره، يعني هذا قطاع راه حكومي. من بعد كانت جات الوكالة ديال لانابيك كيديو ليها لي جون اللي كيتخرجوا كيحصلوا على عمل، يا إما كنساعدوهم فيه في البحث عليه أو لا هما تيقلبوا تيلقاو عمل وتيحتاجوا يوقعوا هذيك الشراكة ديال لانابيك. بعد الادارات اللي في العملات ديال الحي ديال الدار البيضاء ما تيعترفوش لهم بهذه الشهاده، فقمنا انه انا والمدير ديال لانابيك في عين سبع الحي المحمدي والمندوب انا ذاك ديال التعاون الوطني السي محمد بلاج اللي كنحييه من هذا المنبر لانه مناضل بكل معنى الكلمه، نضنا وخدنا المبادره وكتبنا مراسله ونهضنا انه يتعترف بهذاك الدبلوم في قطاع التكوين المهني وتكتب فيه من بعد يعني انه بظهير الى اخره وتصدق عليه في البرلمان. اليوم من هذا كياخذوا هاد الدبلوم الشباب ديالنا كلهم متخرجين في جميع سميتو، رغم انه كاين بعض المندوبات اللي كتعترف به في لانابيك وحدين اخرين لا، كيخلصوا 50 درهم اللي عاد بدينا من بعد 100 درهم دابا لا، هذه الواجب السنوي ديال التامين ومصاريف هذا حاليا تيخلصوا اكزاكتومون سي دي بري سامبوليك اللي ما كتغطيش نهائيا مصاريف ديال المركب. انا تنقول لك لولا المتطوعين هذا المركب كان غادي يتسد البيبان ديالو. الجامعات الحضاريه في الحي المحمدي واش كتساهم بشي حاجه؟ نهائيا ما كتساهمش الجامعات الحضاريه نهائيا. مجلس المدينه نهائيا. المركب منذ تدشينه كيخلص مصاريفه كلها من احنا الجمعيه اللي كنخلصوه. كنطالب بالدعم باش يولي هذا الشيء في مستوى يليق بالساكنه، يكون مسرح تياتر دو بوش دو كارتيي. ما كافيش يعني استفدنا جدا جدا يعني مواهب كثيره خاص غير ياخذ بيديها. نقطه اخرى ما ننساهاش، المركب ملي تدشن استفدنا من عده مشاريع على مستوى يعني صندوق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. شكون كتبغي تشكري؟ كنشكر الشباب اللي كيديروا فينا الثقه والاسر والامهات، وكنشكر يعني على راس هادشي كله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي دار فيا الثقه وسلمني مفاتيح ديال هاد المركب، هو امانه في عنقي باش نادي كل ما وعدت به الى اخر نفس. جدا دائما هو مفتوح الباب ديال الحي المحمدي، واكثر من هذا انا كندير شخصيا يعني باش ما يكونش واحد المشكل في التواصل اولا باش في الفلاير اللي كنفرقوا ديال الخدمات ديالنا كندير البورتابل ديالي وانا موجوده حتى في الفيسبوك رزقي حنان. بكل صراحه انا ما كرهتش نستافد من هذا الفضاء اللي في الحي المحمدي اللي كنحسد الساكنه ديالو عليه بهذه الجوده ديال الخدمات اللي لو انه كانت امكانيات كثيره وكان تنسيق يعني متواصل مع المقاطعه مع جميع يعني المصالح الخارجيه كان غادي يكون في مستوى احسن. انا ما كرهتش نكون حتى انا مستفيده منه ونجي
ك يعني من ضمن هاد الساكنه اللي في الحي المحمدي والعماله ديال عين سبع الحي المحمدي بصفه عامه، اللي معصبني عدم التنسيق مع مع الادارات يعني بصفه عامه. ما كرهش انا نجي كمستفيده ونلقى هنايا مدير من قطاع ديال الثقافه، ونلقى موظفين من المقاطعه، ونلقى الناس اللي عندهم ديجا واحد التامين، عندهم واحد الصاليغ ديالهم مونسيوال، ويجيو يشتغلوا، ونجي انا كفنانه ونستافد ونلقى هاد الورشات ونشتغل ونبدع بلا ما نكون كنسير. واش ما كتستافديش من الجامعه ديال الحي المحمدي؟ لا ابدا، فاش غادي نستافدوا؟ يعني انا ما كرهتش، على الاقل غير يوفروا لنا غير لونتروتيان ديال الجرده، غير شي حد اللي يعاوننا في الاستقبال، في الحراسه، بزاف د الامور. حنا كندبروا شؤوننا كاملين، ولكن هذا شان راه محلي، هذا شان يعني في خدمه الساكنه كلها. انا بغيت نجي نستافد كمواطنه، ما يمكنش نبقى ندير الاداره وندير فقط. يعني الا بقينا هكذا غادي خصني عاوتاني نترشح وندخل حتى الجانب ديال السياسه باش يمكن ناخذ حتى هاد الحقوق اللي هي يعني خاصها تكون، خاصها سيت ان دوفوار. هذا يعني اللي كنخدم الساكنه راه ماشي بالضروره، انا فنانه ما يمكنش نبقى نشتغل في الاداره وفي كذا. الحمد لله ما بالنسبه للسلطه كاين تنسيق، كاين سيد العمل، كاين بالنسبه للناس ديال السلطه اللي كيشتغلوا معنا عن قرب كيعرفوا وكيحملوا معنا نفس الهم وتيطمحوا معنا الاحسن. ولكن كنطلب من الناس المنتخبين والناس اللي تيسيروا الشان المحلي انهم يشوفوا في هذا المركب انه جزء منهم، جزء من الحي المحمدي، جزء من هذا التريتوار. فالمركب اكيد يعني شنو سيدنا، وهذا رمزيه كبيره جدا، فخصنا نتعاونوا. يعني هذا ملك ديالنا كاملين، ما غيمكنش نناقشوا تفاصيل اللي ما غاديش نبقاو نناقشوا هذا ولد الحي، هذا ماشي ولد الحي، هذا كذا. فاحنا كنقدموا فقط خدمات، وخير دليل انه 10000 مستفيد استفدوا، امهات راضيين، وحنا باغيين نقدموا لهم احسن ما كاين. ولكن انا بغيت نكون مستفيده من خدمات المركب. انا كنادي وليدات الحي المحمدي اللي مازال ما جاوش دقوا عندنا الباب. حنا ماشي اداره، الباب بالعكس الباب مفتوح لجميع الامهات. اجيوا العيالات، اجيوا الرجال، الوليدات، الاطفال، هنا كاين الضله ديالكم، كاين يعني كاين كل ما كتطمحوا فيه وكتحلموا فيه. اعتبروا بشر الخير، بغينا يكون الدار الثانيه ديال الاسر والعائلات. كاين تكوينات كثيره في السمع البصري، في الفنون، في الطبخ، في الحلويات، في يعني تكوين المربيات، الحلاقه رجال ونساء، التجميل، تعلم اللغات، الخياطه، الفصاله، الطباعه وفنون الاشهار. كاين اشياء جميله جدا اللي ما غاديش يمكن تلقاوها، واكيد حتى في مدارس حره. اجيو استافدوا من خدمات بشار الخير، ومرحبا بكم. واكيد هناك يعني واحد الطاقم متطوع وطاقم يعني جميل جدا اللي غادي يستقبلكم ويتفهمكم ويواكبكم حتى تحصلوا على ولا تحققوا الطموح ديالكم.